السلام عليكم ورحمة الله. جماهير الشعب السوداني الأبية في كل مكان داخل وخارج السودان، تحية لكم. في البداية بنترحم على أرواح الشهداء اللي فقدناهم خلال الأيام الماضية، بنترحم على أرواح الشهداء اللي فقدناهم خلال فض الاعتصام وما تبعه من أحداث وحشية وبربرية قام بها المجلس العسكري الانقلابي في محاولة منه لقهر الشعب السوداني وكسر إرادته وكسر شوكة عمل المشترك والموحد. ولكن الشعب السوداني بيثبت كل يوم انه هو قادر بتوحده وبتماسكه انه يستمر في طريق الثوره السودانيه محققا كل اهدافه بدون اي تنازل او تراجع. الليله كانت خطوه مهمه جدا من خطوات الشعب السوداني في عمله السلمي الموحد والمشترك بنجاح منقطع النظير لاول ايام العصيان المدني والاضراب السياسي في السودان. شهدنا إضراب شامل وكامل في قطاعات متعددة جدا من قطاعات الشعب السوداني، إضراب كامل في قطاع البنوك، في القطاع المصرفي وفي القطاعات الهندسية المختلفة، إضراب كامل في المستشفيات الحكومية والخاصة ما عدا طبعا الأقسام الطوارئ، الإضراب أيضا شمل الأسواق بشكل كامل داخل الخرطوم وفي الولايات المختلفة. المحال التجارية أغلقت أبوابها، شهدنا جفاف للحركة في شوارع الخرطوم وفي شوارع مدن الولايات السودانية المختلفة. وده بيأكد على حاجة أساسية، إنه الشعب السوداني ما حيتراجع على الإطلاق على الرغم من الرصاص ومن القتل ومن التعذيب ومن الممارسات الهمجية اللي قام بها المجلس العسكري الانقلابي وميليشيات المسلحة. مارسوا كل أشكال الهمجية على جماهير الشعب السوداني أولاً لدفعهم للعنف. نحن بنقول وبنأكد إنه المجلس العسكري الانقلابي بيمارس في ممارسات بيحاول يدفع بها الشعب السوداني للعنف ولاستخدام السلاح في الدفاع عن نفسه. سلاحنا في الدفاع عن نفسنا كسودانيين وفي الدفاع عن وطننا قبل كل حاجة هو تمسكنا بالسلمية، وهو ده اللي بيخوف كل الناس الموجودين في المجلس العسكري، هو ده اللي بيخوف كل أعداء الثورة السودانية. إننا ما زلنا على الرغم من كل المحاولات دي لجر الشعب السوداني استخدام العنف والسلاح، إحنا ما زلنا متمسكين بسلاحنا الأقوى من كل سلاح تاني هو السلمية. بدي رسالتنا اللي بنوجهها دائما وابدا علينا التمسك بالسلمية للحفاظ على وطننا السودان موحد وقوي ومتماسك وللانتصار لثورتنا ولدماء الشهداء، لانه ده هو السلاح اللي بيجيب لهم حقهم كلهم. في مبدا مهم جدا لازم كلنا نسعى له، نحن بالنسبه لنا حاليا المجلس العسكري الانتقالي او الانقلابي وضع نفسه في خانه العداء الكامل مع الشعب السوداني. لما مشى في فجر 29 رمضان وغدر بكل الشعب السوداني وطعنه من الظهر وهو بيجي بسلاح ارتال من السلاح ومن الجنود وبيطلق الرصاص الحي على المظاهرين السلميين في محيط القيادة العامة في الاعتصام المجيد للشعب السوداني، وضع المجلس العسكري الانقلابي نفسه في خانة العداء. وده بيضع علينا مهمة في غاية الأولوية الليلة، إنه نمارس على أعضاء المجلس العسكري الانقلابي بكامله العزل الاجتماعي، لأنه هم ديل عزلوا نفسهم من الشعب السوداني لما جو وطعنونا كلنا في الظهر. القوى الحرية والتغيير كانت موجودة في التفاوض مع المجلس العسكري الانقلابي وكان بيأكد للإعلام وللناس وللجماهير إنه ما حيطلق ولا رصاصة واحدة على المظاهرين السلميين، وجاء بآلاف الجنود حاملين مختلف الأسلحة وأطلق الرصاص الحي على المظاهرين. لابد أن نعزلهم اجتماعيا بكل ما نملك، لأنه أدوات الاجتماعية في السودان هي أدوات قوية لازم نعمل على استخدامها كاملة. في ظل كل الحاصل ده ونحن في قوى الحرية والتغيير قبلنا وساطة الرئيس الأثيوبي أبي أحمد، ولكن للأسف المجلس العسكري الانقلابي ما يزال بيمارس في ممارساته المختلفة في التضييق على قوى الحرية والتغيير. ما زالت خدمة الإنترنت مقطوعة في السودان، ما زال الإعلام المحايد والمستقل ما عنده أي طريقة لأنه يشتغل ويغطي ثورة الشعب السوداني المجيدة، وده كله للتغطية على الجرائم اللي بيمارسها المجلس
العسكري الانقلابي، الجرائم اللي بتتعارض مع كل حقوق الإنسان وكل المفاهيم والقوانين الدولية اللي صادقت عليها حكومة السودان سابقا، الاعتقالات ما تزال مستمرة، في كل يوم في اعتقال جديد لواحد من قيادات قوى الحرية والتغيير. لحد الليلة إحنا بنحصي الأستاذ عادل المفتي القيادي في قوى الحرية والتغيير، الأستاذ محمد عصمت والكان حضور في الاجتماع مع رئيس الوزراء الأثيوبي، الأساتذة مبارك أردول وخميس جلاب والأستاذ ياسر عرمان، دل كلهم قيادات في قوى الحرية والتغيير اعتقلتهم ميليشيات المجلس العسكري الانقلابي، ولغاية الآن مكانهم غير معروف بالنسبة لنا في قوى الحرية والتغيير. ونحن نعلم تماما أنه في أي لحظة ممكن يتم اعتقال كل قيادات قوى الحرية والتغيير. الرسالة دائما نأكد عليها دوما وأبدا، لأن الثورة هي ما ثورة قوى الحرية والتغيير وحدها، هي دي ثورة الشعب السوداني. قوى الحرية والتغيير هي حاملة لآمال ومطالب الشعب السوداني، وهي بتسعى بكل ما تملك من أجل تحقيق وفاء لنضالات الشعب السوداني المستمرة لستة شهور، ووفاء لدماء شهداء أعزاء علينا جميعا راحت أرواحهم بدافعوا عن ثورة الشعب السوداني المجيدة. طالعنا قبل شوية بيان من اللجنة الأمنية بيتكلم وبيزيف في الحقائق مجددا، حقائق يوم فضل الاعتصام، بيتكلم تاني بالصورة اللي ممكن نصفها بالكذب، ما قلنا من كده، اللي هي بتتكلم عن انه فضل الاعتصام كان هو محاولة لفض منطقة كولومبيا، ودي كذبة ما بتنطلع على أي زول في الشارع السوداني ولا بتنطلع على العالم، لأن منطقة كولومبيا هي منطقة صغيرة ما بتتعدى 500 متر مربع. المجلس العسكري الانقلابي جاب بآلاف الجنود، حاصروا منطقة القيادة العامة كلها واقتحموا منطقة القيادة العامة من مختلف المتاريس بتدبير مسبق بتدل عليهم الدلائل في انهم قبل فض الاعتصام قاموا باعلام السفر بانه ما يجوا، وقاموا بحشد قواتهم دي في مناطق مختلفه، وده بيدل على تدبيرهم المسبق لعمليه فض الاعتصام. والكلام عن انه الحريه والتغيير كانت على علم مسبق ده كلام عاري تماما من الصحه، وهو محاوله مجددا، محاولة بايخة جدا للمجلس العسكري وكاذبة بأنه يقوم بتشويه صورة قوى الحرية والتغيير اللي بيعلم الشعب السوداني تماما وفاضح تماما لكل هذه المحاولات بتاعت الفتنة اللي بيقوم بها المجلس العسكري اللي يحاول لسه يتنصل من الجريمة اللي قام بارتكابها عن طريق الإصرار والترصد تماما، وما ممكن على الإطلاق أنه يتنصل منها بأي طريقة. والدليل على كده أنه لحد الليلة إحنا في اليوم الخامس أو السادس من عملية الإغلاق الكامل للإنترنت في السودان، ودي حاجة غير مسبوقة في العالم كله. الشعب السوداني لستة أيام حالياً هو خارج نطاق الإنترنت، آلاف الوسائل وآلاف الفيديوهات والتسجيلات اللي بتفضح المجلس العسكري الانقلابي موجودة بحوزة الشعب السوداني، وبنقول له بس افتح الإنترنت وشوف الحاجات اللي هتطلع. ما ننجر يا إخواننا، مجدداً بنأكد إنه ما ينجر على الإطلاق لأي محاولة يعني تغيير وجهة ثورتنا السلمية دي نحو العنف. نحن ثورتنا بتنتصر بالسلمية فقط، ولن ينجر على الإطلاق، على الرغم من الاعتقال، على الرغم من الموت والقتل، وعلى الرغم من التعذيب اللي قاعد يمارس على جماهير الشعب السوداني. السلاح هو العدو الأول لثورتنا، والعنف هو العدو الأساسي والأول لثورتنا. لابد انه نلتزم بالسلميه، السلميه بتوحدنا جميعا، بتخلينا جميعا متماسكين وفي نفس المستوى من الفعل والفعاليه، بتوحد الرجال والشباب والمراه، بتوحد كل قطاعات الشعب السوداني شمالا وشرقا وغربا وجنوبا، زي ما الليل العصيان المدني وحدنا، العصيان المدني شاركت فيه الجماهير في الخرطوم وفي نياله وفي زالنجيه، شاركت فيه الجماهير في بورسودان وفي عبر وفي الدمازين وفي مدني وفي كسله، ده الحاجه اللي بيخاف منها المجلس العسكري الانقلابي. لكن هو عايز يجرنا لعنف بتاع 2 3 4 5 كتائب صغيره بتشيل سلاح عشان هو يقدر بعد ذاك يبرر الاستخدام الكامل للعنف ضده، ودي احنا واعيين تماما وما حنجر وراه على الاطلاق. وسلاحنا الاول والاخير هو السلميه، كافه اساليب العمل السلمي الجماهيري بما فيها العصيان، الاضراب السياسي،
الامتناع عن العمل، الاعتصامات الميدانية، المواكب، التتريس، دي كلها أساليب مجربة شعبنا بيعرفها تماما وبيعرف يستخدمها ويقوم بها، وهنستمر في استخدامها زي ما قلنا وأكدنا لكم جميعا في بياناتنا المختلفة، هنستمر في استخدامها إلى حين إسقاط المجلس العسكري الانقلابي أدخل روحه ووضع نفسه في موضع العدو زي أي عدو ثاني من أعداء الشعب السوداني بيمارسوا الدكتاتورية والتسلط عليه، واللي هو قدر إنه يسقطهم، وزي ما قدر إنه يسقطهم هيقدر يسقط المجلس العسكري. سلاحنا في العصيان المدني هو تجفيف الحياة تماما أمام المجلس العسكري الانقلابي عشان ما يقدر يدير أي حاجة في البلد دي، وزي ما قاعدين نقول نكفل منه البلف تماما ونوريه إنه السلطة الأساسية هي سلطة الشعب، الشعب هو اللي بيدي الشرعية لأي حكومة ولأي سلطة، وليست سلطة بتاع إنسان مسلط داري يفرض أمر واقع عليه. نستمر في العصيان المدني اللي حيتواصل بكرة في يوم الثاني وفي يوم الثالث بعد بكرة، نستمر في التمسك بأساليبنا الثورية السلمية لحد ما نسقط المجلس العسكري الانقلابي. العصابات، المجلس العسكري حاول في الفترة الفاتت والأيام الماضية ينشر عدد من الناس الممكن نقول عليهم إنهم هم بيمارسوا نوع من التخريب والسرقة وأعمال العنف، وعشان يبرر برضو انه والله ليه في عدم امن وامان في البلد وإحنا محتاجين نحسم الفوضى عشان كده بنعمل اجراءات امنيه. ده كلام فارغ، الشعب السوداني واعي تماما وقادر براوي يحسم الفارغه دي في اماكنه في احيائه في مناطقه المختلفه. علينا انه نكرم تماما لجان احيائه في كل مكان، نكرم لجان المهنيه ولجان الاضراب في القطاعات المهنيه والعماليه المختلفه، ونوفر لنفسنا الامن بكل الصور السلميه الممكنه انه نمنع ونقطع اي محاوله لجر الشعب السوداني للعنف. لجنه اطباء السودان المركزيه ذكر البيان هي اللجنه اللي بتستقي ارقام من الاطباء العاملين في كل المستشفيات السودانيه، واللي قاعد يضيق عليهم الليل المجلس العسكري بضرب الاطباء، بتهديدهم في اماكن عملهم، بمنعهم من الوصول وتغطيه الطوارئ في المستشفيات المختلفه. ارقام لجنه اطباء السودان المركزيه هي ارقام صحيحه بتجي من المستشفيات بصوره مباشره للجنه الاطباء السودان المركزيه، على الرغم من التضييق الاعلامي اللجنه مستمره في عملها وقادره انها توفر ارقام دقيقه للشعب السوداني اولا وللاعلام العالمي والدولي ثانيا. احنا ما قاعدين نسرق في اي عمليه تنفيذيه بتتم تحت سلطه المجلس العسكري الانقلابي، بما في ذلك وزاره الصحه الاتحاديه المتمثله الليله في الوكيل بتاع الوزاره بيظهر بيزيف الارقام للعالم زي ما كان النظام السابق بيزيف الارقام للعالم وبيتكلم عن انه ما في جثث تم رميها في النيل. دي فيديوهات طلعت للناس، جثث بتاع ثوار كرام واحرار القت بينهم ميليشيات المجلس العسكري الانقلابي وربطت الطوب الاسمنتي في جثثهم لكي ما تطفو ذات جثثهم دي للسطح ويلتقطها الاتيام المنقذه. لكن ربنا قبل كل شيء فضح المجلس العسكري الانقلابي وتم تصوير وتسجيل الصور دي، والناس بيطلعوا في الجثث الطاهره بثوار الكرام اللي القى بهم المجلس العسكري الانقلابي. فعشان كده ما في طريقه تقول والله ما في جثث تم رميها في النيل. المجزره اللي انتم عملتوها دي حتلاحقكم ليوم القيامه، والشعب السوداني حيقتص منكم المجزره دي لانها هي نقطه فارقه في التاريخ السوداني كله. في تاريخ السودان كله المجازر اللي كان بيتعمل في دارفور كان بتوفر لها بطالع لانه الناس ما كانت بتقدر تشوفها، لكن الليله ذات رحمه للشعب السوداني انه قدرنا نشوف المجازر دي، قدرنا نحس بالمعاناه الحقيقيه اللي عانى عليها الشعب السوداني في دارفور وفي جبال النوبه وفي النيل الازرق، وتغطت اعلاميا الليله في الخرطوم نفس المجازر ونفس الاساليب عملتها نفس الميليشيات، لكن الحساب حيكون عسير عليها وعلى كل الاحداث اللي قبلها سبقتها، والقصاص حيلاحقكم زي ما قلنا اليوم الدين. هنواصل، ما عندنا خيار غير انه نواصل في كل اساليبنا السلميه وكل حراكاتنا الممكن نعملها سلميا وجماهيريا. الاساس في الحاجه دي انه احنا نضمن تنظيم جيد ومتماسك في لجان الاحياء، نعمل لجان احياء اساسيه ولجان احياء بديله، نوثق بكل الجرائم اللي قاعد يقوم بها المجلس العسكري في كل مكان ونحفظها، ونحاول قدر ما نقدر نوصلها للشبكه بتاعت الانترنت والقنوات المختلفه. نحن قاعدين نصنع الاعلام، ثورتنا للاسف الشديد
العالم ما قاعد يدعمها بصوره كبيره لانها تجربه جديده في الدنيا كلها. ما في ناس تمسكوا بالسلميه دي لمده 6 شهور على الرغم من القتل والرصاص والتعذيب. احنا لابد نواصل في رسالتنا دي باننا نصنع الاعلام احنا نفسنا، لابد ان نشوف قنوات زي السودان بكره وزي قناه السودان ونتواصل مع جماهير الشعب السوداني بالاس ام اس وبالرسائل النصيه، نحاول نوفر انترنت للسودانيين في كل مكان، ودي حاجه ممكن يلعب بها السودانيين خارج السودان دور كبير جدا. بنرسل للعالم الخارجي انه الشعب السوداني حاليا تحت الحصار التام، حصار اعلامي وحصار عسكري في الشوارع المختلفه عشان يقدروا يسكتوا به صوت الشعب السوداني وصوت الثوره السودانيه، وده دور كبير جدا لابد انه يلعب العالم الخارجي بيقيف مع الحريه والعداله والديمقراطيه وسياده حكم القانون، وده دور لازم يعملوا كل الجاليات السودانيه في الخارج وهم اصلا قاعدين يعملوا، ولازم يواصلوا فيه عشان يدعموا السودانيين داخل السودان. هنواصل في تنظيم لجان احيانا، لجاننا المهنيه ولجان اضرابنا السياسي في كل مكان في كل قطاع مهني او عمالي او حرفي، في الاسواق، في الاماكن بتاعت الترحيل، في المنصات السفريه، في مناطق العمل المختلفه. والعمل الجماعي ده هو اللي بيهزم اي محاوله لكسر شوكه واراده الشعب السوداني اللي بيفتكر المجلس العسكري الانقلابي انه لو قام باعتقال فلان او علان من قيادات قوى الحريه والتغيير انه الشارع السوداني حيقيف. دي بنهزمها بعملنا الجماعي اللي احنا قاعدين نشتغل فيه، ولازم نضغط فيه ونزيده ونقويه. في النهايه احنا اللي حننتصر لانه احنا الاقوى، الشعب السوداني هو الاقوى من اي زول ثاني من اي جهه ثانيه عايز تفرض واقع محدد على الشعب السوداني، ونحن قدام الصراحه.